على فكرة انت اتفقنا والاطفال شهادة اللي انا اللي هدخل وانا اللي هبدأ. حصل ولا ما حصلش؟ وحسيت كده كده كده. استني يا شادية. انا نبدأ الفيديو اوريدي، شاكوكا وفعل الجرس شات لك كل البيت، واللي بيتفرج على اليوتيوب بيعمل الحركة دي. طيب مبدئيا يخرب بيتك عديتيلي. مبدئيا كده عشان نبدأ الحلقة، كده نبدأ الحلقة صح. في عشان نبدأ الحلقة صح. عشان نبدأ الحلقة ونخش في الكلام المهم. عشان نبدأ الحلقة ونخش في الكلام المهم. شادن وتاليا ازيكم؟ الحمد لله. شادن وتاليا ازيك؟ استني بس، صلى على النبي، صلى على النبي. عايز اقول بس لكل الناس اللي بتتفرج علينا، موضوع الدائري هو دنجي. لا اهو مش هنتكلم فيه. لا مش هنتكلم فيه، مش هنتكلم فيه خالص. خلاص هي الحلقة اللي جاية وبعد اللي جاية وبعد بعد مش هنتكلم فيهم خالص. عرفت اللي انا عايز اتكلم فيه؟ واضح الدائري. طبعا ده عنف عادي لو قلت الدائري. طيب انا عايز اقول للناس، طبعا في منشتات هتنزل الصبح، اقول لك الفنان نجم مصر بركه مصر العالمي بركات كويلة الفنان العظيم راح جابته من شعره. المهم لا، ده احنا عرفناه من يافطه. ايه المشكله لما تعرفيه من يافطه؟ بصوا انا عايز بس اقول حاجه، اليافطه دي يعني انت نجم فيمس مشهور فانتاستيك. فعلا فعلا فعلا. اه فعلا. كلامك انت. اه فعلا. كلم صاحب الكاميرا، قول لها يا صاحب الكاميرا. مش فعلا فعلا. انت دخلت معانا في الحوار عشان انت اللي فتحت موضوع الدائري من اوله. طيب عشان نخش في الحلقه على طول، مبدئيا انا ورحيق النهارده متخاصمين بتاتا، عشان كده في عنف بقى اللي قامت جابتني من شعري. طبعا في ناس تتذكر في اولى الحلقات عندما ما هددتني وقالت لي يا رجل سوف اجيبك من شعرك، فهي بتوفي بوعدها والحمد لله اتحققت. استنى انا اللي اتكلم معاها مش تتكلم معاها. مش انت اللي تتكلم. ماشي اتكلم انا اسكت. قاعدين ساكتين ليه؟ البرنامج ده ما حدش يقعد فيه ساكت. تتكلموا ان شاء الله تقوموا تعملوا هيصه. هيصه؟ احنا قاعدين على المستوى بتاعت خالتي. شو قلت مالكش دعوه؟ ما انا ساكت. انا هتكلم مع الاطفال وخلاص. انا اللي اتكلم معاه. طب اتكلم. نفسكم تكبروا وتعملوا يشتغلوا في البنجر. مش عارف ما تتكلمش معاهم. سوري. ما اصل السؤال غريب. وانت مالك بيا؟ اهو. سلام. وحدوه. قلت لك مالكش دعوه. ما في صمت، في ايقاع حالا، عايزين نخش في الايقاع. انت. ايوه انت. وانت اطلعوا بره. وانتوا صغيرين كنتوا بتحبوا ايه؟ ايه انا كنت بحب اللعب. انا كنت وانا صغيره بقى كنت بعمل ايه؟ بكسر عيله. انت المفروض بتساليهم يعني هم اللي يردوا، هم مالهم ومال العابك انت. انت مالك بيا؟ سوري. قعدت عيال ماليش دعوه بيها. اوكي. انا برضو كنت بكسر في اللعب برضو. ما كنتش بطقها. انا كنت بلعب بيها. وانت برضو كنت بحب الالعاب. كل حاجه زي بعض. ما هم اطفال باين، مش انتوا اطفال؟ اطفال عادي. سنة كام؟ انا في سنه ثالثه. وانت بتبصي لي ليه وانا امك؟ يا اصل هي بتبص لي. بتبص لي يعني؟ انا بتبص لها. اصل كانها بتسالني بتبص لي كده اللي هو ماشي. سوري. انت مرتبطه؟ خشي في الايقاع. خشي في الايقاع. انت ايوه تبصي كاميرتك. تبصي كاميرتك قبل ما تعمل اي حاجه. يعني تبص للكاميرا. مالكش دعوه بينا. اوكي. ها. تاليا ما اتكلمتش لحد دلوقتي. طب انت بتلعبي ايه بقى؟ جمباز. بس؟ جمباز وباليه؟ مفيش منبار وحته بتاع. طيب. طيب. خلاص انا يتيم وهسكت خلاص. احنا متخاصمين. هي ليله خصام. امشي يا ايتها الشمس اشهدي. فقد اختلف بركات كويلة ورحيق الشاذلي، وسوف يحصل نزاع
على الدائري قصدي على المحور. خلاص مش هنقول الدائري تاني. ايه خلاص هل خلصت الكلام؟ اتكلم معاهم. صباح الخير. صباح النور. شوفي ورا حط رجلك في وشي. حاضر سوري. اوكي كده كويس. ما دي برضه رجلي ودي اكيد يعني دي مش كوميدينو. ما هي رجلي كده او رجلي هي برضه رجلي. بس مش هحط رجل على رجل عشان انا مؤدب. فين كان ادب؟ نندر تاليا. تاليا مالناش دعوه بالفئه دي. عامله ايه؟ الحمد لله. انا بقى يعني انا عايز اعرف من كل واحد فيكم حاجتين. إيه؟ الحاجه الاولى والحاجه الثانيه ايه؟ قصدي السؤال الاولاني سوري ما انتوا مش عارفين كده الاجابه. اهي. طيب انا هبدا بيكي. ماشي. ليه بتحب الكفت؟ ليه بتحب الرياضه؟ معلش في جوه. سوري. ليه بحب الرياضه؟ إيه انا بحب الرياضه عشان ايه؟ يا كل ده. ده حاجه خطيره. انا بحب اكون قويه. الله صح. زي كده مثلا. انا قولي زيك كده قويه. لا اقوى. اقوى مش انا اطلع لي كده. ماشي بعدين بس بعدين. ها لا انا اطلع ليش بكلمك كده ليه؟ انا مالي ومالك. كملي. وعايز اكون قويه ولما اكبر عايز اكون مدربه. مدربه ايه؟ مدربة جمباز. احسبك مدربة في المطبخ. لا انا مش مدربة في المطبخ. سوري. تاليا الو. كيف حالك؟ انا سمعت ان انت بتلعبي جمباز كويس وكمان باليه كريم. انت بتتكلمي معايا ليه؟ ها بتلعبي الاثنين اللي احنا قلناهم. في يا ستي احنا دلوقتي كل واحد في جبهة. انت خليك في الجبهة بتاعتك. الكيش ده اللي انتوا بتضحكوا على ايه؟ بتضحكوا براحتك. انا بضحك عليها. طب انت بتحب الرياضة ليه؟ عشان فيها ليونة. فيها ليونة؟ ايه ليونة دي؟ انا والله يا اختي ما احنا متخاصمين والله ما اعرف يعني ايه ليونة. لينا يعني بيكون حاجة زي أكنك قوية. أكنك؟ أنا راجل يا حلوة. باين يعني بس راجل. أكنك. خلصتي؟ كملي يا بنت الليونة. قصدي أنت كملي الليونة سوري عشان ما تفهميش غلط. كملي كلامك على الليونه مش كملي يا بنت الليونه. قولي. مثلا بتدي طاقه. سرقت منك الكاميرا. لخبطتك صح؟ لا هو كلامه فعلا صح. طيب امال ايه؟ بتدي طاقة وما بتديش فلوس؟ ما بتديش يعني اقصد بتدي طاقة وبتدي ليونة. عندما تكون ماشي على الدائري يحدث اشياء رهيبة. تمام. طيب انت نفسك تكوني ايه؟ مهندسة روبوت ومدربة جمباز. مهندسة روبوت روبوت ايه؟ روبوت. مهندسة روبوت. الرجل الذي تمام. يبقى كده عندنا واحدة مالناش دعوة بيك. واحدة هتطلع مهندسة رمود و مش رمود. مهندسة واحد يطلع واحد يطلع هيطلع ايه؟ يبيع مركب. يبقى مركب يا ريت تبقى من الأغنياء والأثرياء الذي يذهبون إلى القطر. يبقى أمانة بتاع ألعاب. المشكلة تاليا سيبك منها. ازيك؟ لا ده احنا قلناه في الاول ما علينا. المهم يعني بصي انت ليه لابسه احمر؟ عادي بتحب. انت بتجاوبي مكانها ليه؟ احنا في خصام. خليكي في خصامك خليني في خصامي وخلي الناس اللي بتتفرج علينا في خصامهم. هقول لكم حاجه يا جماعه. هقول لكم انا الدائري استنى.
في الحلقة. هو ده المشهد يعني؟ طيب انا عايز اقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا فعلا ان احنا كنا بنقول ان احنا عاملين مشهد كده نشد الناس عشان نعرفهم اللي احنا بنعرف نمثل وبنعرف نبين. خشيت ملحي. لما تيجي تسلم على عيل او عيلة خلي بالك عشان في حاجات كويسة مش بتحصل. ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ونرجع لكم بالتالي دكتور. مرحبا. انا دلوقتي كم؟ 93 كيلو و 60 جرام وساعات بتبقى 70 وساعات بتنزل ل 50 حسب هز الشعر يعني. تمام. وده التحدي قوي جدا. انا وزنت نفسي ولسه جاي من الجيم واقع الميزان كويس عشان خاطر التحدي يكمل وتبقى الدنيا حلوه بيني وبينك يا رحيق وبيني وبينك الجمهور وبيني وبينك الايام وبيني وبينك الاكل والرجيم والجيم وان لله وان شاء الله خير ربنا يوفق الجميع. سلام. انا اللي اتخن ولا انت؟ يعني مين فينا اللي تخين؟ انا 40 وانت 30. يا ريت ابقى يعني مش 30 قوي. انا 40. انا 90. الله يعني انا اللي رفيعه. طبعا انت شو. انا بشكر طبعا صيدليه الدكتور احمد ماضي لان هو عامل مبادره كويسه جدا 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 وانا بحييه عليها. و نرجو من الناس ان هي اللي هي تبص شويه للاخرين في المجتمع وناخد بالنا من بعض. مش هطول في الحته دي عشان الكلام ده هنتكلم فيه بعدين. بس المهم بس انا نسيت اقول لكم ورجعنا لكم بعد دكتور. انت عارفه التحدي كده يبقى على ايه ولا ايه؟ انا 40 كيلو. بص ماشي أنا نفسك انت 40 كيلو عشان صغيره وانت لسه 90 كيلو. ماشي اوكي اوكي يا جماعه احنا عاملين تحدي. اوعدكم الحلقه اللي جايه ان شاء الله هاجي هكون نزلت. انا متخن نفسي مخصوص عشان خاطر يبقى في تحدي واعرف الناس بتخس ازاي. يبقى قابلوني يعني كانت امي كان الناس خست بسهوله. اتفضلي. انت عايزه تتجوزي الظابط؟ استنى. ماشي. انت عايزه 577 جنيه عشان تقدري تجيبي شاورما ولا تعالى قول لهم انا 95 اما اتكنت انا دلوقتي 93. احي هل انت تعلم ان انت عندك مايك وصوتك تعلي كل الناس؟ معلش بابا انت عندك مايك كل الناس سمعت اللي انت قلتيه صح ولا انا بقول اي كلام؟ سمعوا كل حاجة وعاملة نفسك ذكية وتعالى أقول لك. ما كنت قلتي وخلاص للناس وخلصنا. ما علينا. معلش يا جماعة. 40 45 46 كيلو. الحمد لله رضا. أنت كام كيلو؟ أنا؟ 20. وأنت كام كيلو؟ طبعا أحس إن هي كدب بس ما علينا. أنت كام كيلو؟ لا أنا مش كدب. أمال؟ أنا 20 كيلو حقيقي. بجد؟ أه بجد؟ أه ماشي. وأنت يا تالي؟ عشان كده لا ده لا لا بجد. لا مش بجد مش بجد. ازاي انت اصلا قمحويه وهي ابيضويه شويه يبقى ازاي انتوا وزن بعض؟ عادي. هو ايه اللي عادي؟ عادي. انتوا جايين تشتغلوا معانا في البرنامج؟ لا. يا جماعه احنا صالحنا انا ورحيق وبقينا بنوشوش بعض بقى زي ما انتوا شفتوا كده يعني ايه؟ جايين يوشوشوا على بعض. جايين يوشوشوا على بعض؟ كويس ان هي ما قالتش جايين يطبطبوا على بعض. جايين يقلدوا بعض. ايوه جايين يقلدوا بعض. بتاعت الدائري. مش قادر انسى. مش قادر انسى. هنسى. نسيت. نسيت. بس خلاص تمام. طيب انا مبسوط ان انت كنت معايا النهارده. قول لي انا بتكلم عادي. انا بقول انا مبسوط ان انت كنت معايا النهارده. ايوه قولي بقى. انت تقولي ايه؟ طيب احنا بتعمل ايه؟ الحركه بتاعتك بتاعتها ايه؟ طيب تحبي تقولي ايه لزمايلك؟
قبل ما نطردكم بره قبل ما نطلعكم بكل ذوق وادب بره الاستوديو. لا انت كنت هتقول بدل نضربكم. نضربكم ايوه انا كنت اقول نضربكم يا ريت تيجي على نضربكم. استني بقى نسمعها قبل الاستوديو. نسمعها يا شادي ارجوكي. اسم ايه؟ يلا تقولي ايه لاصحابك؟ اشكرهم. تشكرهم على ايه؟ احنا اللي شكورين. احنا اللي قاعدين معاكي في البيت ده. تشكرهم هم عملوا لك ايه؟ هم اللي جابوك البرنامج؟ تشكرهم ليه؟ كده ماشي اتفضلي. ليه؟ عشان بيدوكي واحدة شيبسية. شيبسية ايه الذل ده؟ ماشي تقولي لاصحابك تشكرهم وايه تاني؟ وخلاص. وخلاص حلو قوي عليهم تشكريهم. وانت يا تاليا تقولي ايه لاصحابك وزمايلك؟ الله تقولي لهم صمت. بس كده يعني مفيش حد من اصحابك بتحبيه؟ واحده اسمها شاديه، واحده اسمها سوري. طيب بما ان العيال دي ما شكرتنيش بركاتكم ليله، يبقى العيال دي هتطلع بقى هيتفضلوا يخرجوا بره ونرحب بالدكتوره صابرين ونطلع فاصل. ما كنتش هقول اطلعوا بره. لا لا ما كنتش هقول اطلعوا بره. اطلع فاصل. لا كنت هتقول كده. لا طلع لك حس دلوقتي. اطلع فاصل يا استاذ. اطلع فاصل وارجع.